المفروض ان انا بتكلم عن مطربه مصريه ليها جمهور كبير كان سبب في نجاحها، ورغم انها خدت من البلد دي اضعاف اضعاف، كلنا اخدنا من البلد دي كتير قوي حتى لو كانت مش عاجبانا او حتى لو كان عندنا اعتراض على بعض الاوضاع، لكن كلنا كبرنا لان احنا اسسنا البلد دي فخدنا منها اضعاف اضعاف اللي اديناه. ده لو كانت شيرين ادت حاجه اصلا للبلد، لكن الاخطاء والهفوات الكتيره جدا باعتبارها واجهه لمصر بكل اسف. وبدل ما الفنان بيكون سفير لبلده في المحافل الدوليه ويحافظ على تصرفاته لانه بيمثل بلده قبل ما يكون طبعا بيمثل نفسه، بقينا كل كام يوم نشوف مصيبه لشيرين. ولو حضراتكم تابعتوا هتلاقوني انا عمري ما علقت على اي حاجه شيرين عملتها ولا مره، بالعكس انا كنت بشوف انها موهبه قويه وصوت قوي، وبقول يعني صراعات بقى الوسط الفني، خلافاتها مع الناس، عمري اسمع انها عملت مش ما اتكلمش، يعني مش موضوعي ومش مجالي في البرنامج، ويعني مش طريقتي، وانا مش برنامج بناش امور واخبار يعني او كواليس وهفوات الفنانين، لان انا ما بحبش الطريقه دي. بشوف ان كل انسان ليه سقطه مثلا او ممكن نغلط، لكن الاخطاء لما تبقى بان انا بتجاوز في حق بلد عربي شقيق زي ما عملتها في تونس في حفله من الحفلات، تعدت على نجم كبير زي الهضبه عمرو دياب ومع ذلك ماشي، يعني قلنا كده كده ان عمرو دياب لن يتاثر بكلام شيرين فعشان كده ما علقناش. اللي زاد الطين بله زي ما بيقولوا ان شيرين انها تسخر من بلدها ونيلها في حفله كانت مقامه في لبنان. انا اعرف ان اي فنان لما بيبقى بره مصر ويطلب منه اغنيه ليها علاقه ببلده ده لازم يبقى فخور وبيغني وطار من الفرحه. احنا نبقى بره مصر ونسمع النشيد الوطني ولا نسمع اغنيه عن مصر ولا حد بيغني لمصر، يا نهار ابيض، ده احنا بنبقى الارض مش شايلانا. الاستاذه اللي المفروض ان هي فنانه والمفروض ان هي مصريه والمفروض انها يعني حاجات كتير قوي، الطلب منها انها تغني الاغنيه اللي انتجتها الدوله بفلوسها قبل 9 سنين، والاغنيه دي خلتنا حبينا شيرين وكنا في المناسبات بنشغلها، هي اغنيه ما شربتش من نيلها اللي احنا كلنا بنعشق هذه الاغنيه، ومع مناسبات كتير جدا من اللي بتعدي علينا المناسبات الوطنيه بتشغل الاغنيه دي، حفلات المدارس الولاد كانوا بيشغلوا الاغنيه دي طبعا لانها اغنيه كلماتها حلوه جدا والصوت حلو ما نقدرش ننكر. فبدل ما تفتخر شيرين انها غنت اغنيه لمصر وتردد الاغنيه في كل مكان في الدنيا، اتريقت على نيل مصر وردت على البنت اللبنانيه اللي طلبت الاغنيه وقالت لها يا شيرين ما شربتش من نيلها، قالت لها هيجيلك بالهارسيا، وقالت لها اشربي نوع من انواع المياه المعدنيه الفرنسيه. قبل ما الناس بتقول للناس قبل ما الناس تشرب ميه البلهارسيا من اهلها وناسها الطيبين زي ما شيرين بتقول اللي عملوها مطربه، والنتيجه انها تتريق عليهم وعلى نيل بلدهم. وانا مش هقول ان الكلام ده بيهين مصر بس، لكن كمان هو بيقضي عليك يا شيرين خالص. واضح من كلامها انها غنت بقى للنيل مصر، وقتها انا اقول انها غنت للنيل عشان الفلوس والشهره لكن مش عشان حب الوطن او الانتماء. ولما ربنا فتح عليها بقى وعملت كام البوم من كام حفله وبقت تطلع تغني حفلات وبتاخد فلوس كتير، حبت تسحب بقى الكلمتين اللي اتغنوا لمصر ولنيلها وتبين قدام الجمهور اللي كان موجود من الشعب اللبناني الشقيق. طبعا بوجه لهم التحيه، هم ملهمش ذنب خالص، بالعكس كانوا نفسهم يسمعوا اغنيه ما شربتش من نيلها، فحبت ترد عليهم وتقول لهم ان النيل بتاعنا فيه بالهارسيا. اشكروا معانا شيرين لانها بتقضي على نفسها بايديها، برافو برافو. احنا بنقعد لما اي حد من الارهابيين واللي باعين نفسهم للقنوات بره يتجاوز في حق بلده احنا بنتعامل معاه لانه مش مصري اصلا. عموما احنا شربنا من نيلها كويس قوي، و
بلهارسيا ما بتجيش من الشرب، لكن بتيجي من مش عايزه اغلط. واللي بيقع من الناس دي مهما كان ما بيليش حد يشيله غير بلده. لكن انا مش ممكن اتهاون مع اي شخص مهما كان تجرأ على بلدي، واعتقد ان حضراتكم كلكم كده. مفيش مواطن مصري اصيل يقبل ان حد يتجرأ على بلده. تقولوا لي بقى فنان كبير صوت مش عارف عامل ازاي، كل ده ولا يلزم قصاد البلد دي. انا بقول عدت عليها فوات كتير، عمري ما جبت سيرتها، مش دعوه، انت حره، انت حياتك الشخصيه، انت بقى بتهيني نفسك، بتتخانقي مع حد، بتتجاوزي في حق حد، ده موضوعك. لكن تتجاوزي في حق مصر، اقفي عندك. تعالوا نشوف قالت ايه. هيجيلك بلهارسيا.